السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكنا مع المحاضرة الرابعة من دورة النبر في القرآن الكريم واستقامة الأداء القرآني. في البداية أحب أن أقدم ثنائي وشكري للأخوات اللاتي استجبنا وقمنا بإجابة الواجب، سواء كانت من الفائزات أم لم يحالفها الحظ، إن شاء الله يحالفها في المرات القادمة. وأهنئ الأخوات اللاتي حصلنا على شهادات تقدير، وأقول إن يعني بعض الأخوات التي في فريق العمل معي الآن كان إتقانهن. نذكر بما قلناه سابقا، تحدثنا عن مفهوم النبر وقلنا إنه يعني الضغط على بعض مقاطع الكلمة بحيث يكون ظاهرا عن غيره، او بمعنى اخر يسير هو زيادة في حركة من حركات الكلمة. ثم تحدثنا عن الميزان النبري، وقلنا ان الميزان النبري عبارة عن اربع قواعد، وبدأنا نتحدث عن القاعدة الاولى وهي فعل بالنبر على حركة الفاء، وفعل بالنبر على حركة العين. وحددنا موضعي فعل، قلنا ان فعل تأتي في موضعين، من تستطيع ان تستذكر اذا تكونت منها الكلمة؟ الموضع الثاني اذا كان اخر الكلمة تكونت منه الكلمة، مثل احد، كلمة مكونة من حركة سكون، اذا النبر على الحركة الاولى. كان اخر الكلمة ومثلنا له ببدله وقفا، فآخر الكلمة حركة سكون فتنطق دله فعل ولا تنطق دله فعل. اليوم نتحدث عن أخت فعل وهي فعل، والالتباس يحدث نتيجة للأداء الخاطئ بين فعل وفعل، يعني الذي يخطئ إما أن ينطق ما هو على فعل كصيغة فعل، أو ينطق ما هو على فعل كصيغة فعل. نحن الآن قبل أن أبدأ في مواضع فعل بالنبر على حركة العين، سنستخدم مهارة يسيرة تسهل لنا الأمر كله. قبل أن أذكر أي موضع من مواضع فعل، إذا حكمنا قاعدة الإمام الشاطبي الذي يقول فيها: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضله، يعني مهارة الضد، مهارة الضد. إذا كانت فعل كما قلتن أنتن تأتي إذا تكونت منها الكلمة وتأتي في آخر الكلمة، إذا أي موضع آخر هو لفعل، أي موضع آخر بالنسبة لتتالي حركتين فسكون أو حركتين فساكنين هو لي فعل. يعني مثلا نحن لم نذكر في موضعي فعل لم نذكر اول الكلمة، ولم نذكر وسط الكلمة، لم نذكر وجود حرف معنى هو ايضا لفعل. انا بهذه الجملة التي قلتها لخصت ما سنقوله اليوم، ونبدأ في تفصيل ذلك. اين نجد الموضع الاول لفعل؟ انها تتحكم في التتابع حركتين فسكون، يعني اذا وجدنا حركتين فساكنين عفوا
تتحكم في التتابع حركتين فساكنين ايا كان موضعه، اي اذا وجدنا حركتين فساكنين سواء كان الساكن عبارة عن حرف مشدد في الوقف وهو عبارة عن ساكنين او توالى ساكنان في اخر الكلمة. يعني مثلا عندما نقول يعلمون، لمون هذه حركة ساكنان، الواو الساكنة والنون الساكنة. اذا وجدنا حركتين فساكنين في اي موضع كان. نضرب بعض الامثلة لذلك. يعني مثلا كلمة اشق، اشق وزنها فاعل وليست اشق. طيب هذه الكلمة مما تتكون؟ تتكون من حركة ساكنين في حالة الوقف، اشق هكذا. اذا اين النبر في كلمة اشق؟ يعني نحن عندما ضغطنا على حركة الشين ادى الى تشديد القاف، لكن نحن اتفقنا في اللقاء الاول انه لا يجوز ان يكون النبر على القاف. لماذا؟ لماذا ايتها المتقنات؟ لماذا لا يجوز ولا ينفع ان يكون الله فاطمة ممتازة وحميدة وام اروى؟ نعم، لانه حرف ساكن والنبر خاص بالمتحرك، النبر خاص بالمتحرك ولا قد يظهر اثره على الساكن، لكن لا يأتي النبر على الحرف الايه؟ الساكن، لانه خاص بالحركة، خاص بحركة الحرف. اذا هي اشق وليست اشق. كذلك وكف فاعل وليست وكف، وليست وكف. اين النبر في وكف؟ ممتازة ابتهال وام اروى وحميدة وكاميليا وام احمد وام اخلاص وبتول وقارئة وشيماء. اذا النبر في وكف على حركة الكاف. لكن اذا قلنا على حركة الواو سنقول وكف، اصبح فعل ماضي. اما وكف هي الواو زائد ايه؟ زائد كف. وكف ايديهم، وكف ايديهم، هي ليست وكف، ليست وكف. كذلك نقص فاعل، اين النبر؟ ما شاء الله، ممتازة حميدة، ممتازة ام اسراء، ممتازة ابتهال، ممتازة شيماء واما وقارئة وام اخلاص وبتول وام اروى، ما شاء الله ممتازات. اذا النبر على حركة القاف هي نقص وليست نقص. نقص يعني قلة، هي نقص من القصص. كذلك كلمة مستقر، نلحظ انه في كلمة مستقر يعني اخر الكلمة، يعني اذا وجدنا حركتين فساكنين في اي موضع كان. اين النبر في مستقر؟ ممتازة ام اخلاص وممتازة ام اخلاص وبتول وام اروى ونعيمة وام اسراء وام احمد وقارئة وفاطمة وحميدة ولبنى ما شاء الله وام اروى وكاميليا وامة الله وشيماء. اذا هو على حركة القاف، هي مستقر، تقر فاعل، وليست تقر كما نسمع البعض. البعض يقول مستقر، هي ليست مستقر، هي مستقر وليست مستقر. كذلك فعلت وقفا، ممتازة حميدة وام اسراء وابتهال وام الزبير ولبنى وامة الله وام احمد وام اروى وقال فعل. نعم على العين، هي على العين، نعم، ليست على اللام، لأن اللام حرف ساكن كما اتفقنا. إذا هي فعلت فعل. كذلك محلقين وقفا، محلقين، أين النبر؟ على حركة القاف. نلحظ أن آخر الكلمة عبارة عن حركتين كساكنين، اللام والقاف متحركتان والياء والنون ساكنان، حرفان ساكنان. إذا محلقين، لقين، فعل. اذا الموضع الاول لي فعل اذا وجدنا حركتين فسكون. ولابد ان ننتبه من شيء، نحن نحصي الحركات عندما نقول حركتين فسكون. اذا كان في وسط الكلمة او في اخرها، اذا هذا هو الموضع الاول. الموضع الثاني اذا كان اول الكلمة التتابع حركتان فسكون،
والكلمة مكونة من أكثر من تتابع، يعني سنجد أول الكلمة حركتين فسكون، سنجد أول الكلمة حركتين فسكون. مثلا كلمة أدلكم أولها أدل، وطبعا نحن لا نخطئ في أداء مثل هذه الكلمات، قليل من يخطئ فيها، يعني بمعنى آخر دائما النظر الذي في آخر الكلمة هو الذي يخطئ فيه القراء، لكن في أول الكلمة لا نخطئ فيه. طيب لماذا يعني تقوله لنا الآن؟ لأني أقول جميع القواعد، نحن نعرف يعني سنمسك النظر من عنقه، هذا النظر الذي كان يعني كان اللغويون يتحدثون عنه كأنهم يتحدثون عن عفريت من الجن لا يراه غيرهم، نحن الآن نمسكه ونلعب به. إذن أدلكم، أين النظر فيها؟ أين النظر في أدلكم؟ إذن أدلكم، أين النظر فيها؟ ممتازة أم الزبير، ممتازة أم أروى، أمة الله، حميدة، شيماء، ابتهال، فاطمة، أم إسراء، لبنى، أم أحمد، نعيمة، قارئة القرآن، ابتهال، كاميليا، ممتازات ما شاء الله. إذن أدل فاعل. طيب السؤال آخر للمنتبهات اللاتي أجبنا عن الواجب الأول واللاتي أتقن القاعدة الأولى، هناك نبر آخر قد درسناه في الكلمة، يعني هذه الكلمة فيها نبران، ويا رب يكون كلامي ده يعني لا يؤدي إلى شتات. ها الله ما شاء الله، ممتازة أم أروى وشيماء وابتهال وأم إخلاص. نعم نلحظ أن آخر الكلمة لكم فعل، إذن هذه الكلمة تشتمل على الصيغتين، تشتمل على فعل في أولها وتشتمل على فعل في آخرها، تشتمل على فعل في أولها وتشتمل على فعل في آخرها. أدل فعل، لكم فعل. ودليل أن الخطأ دائما يحدث في آخر الكلمة الذي يخطئ فيها يقولها هكذا، يقول أدلكم، هي ليست أدلكم وإنما أدلكم هكذا. كذلك نساءكم، نساء أين النبر فيها بالنسبة لصيغة فاعل التي نتحدث عنها اليوم؟ ممتازة ابتهال أم الزبير وأم إسراء وحميدة وأم أروى ولبنى وشيماء وأم أحمد وأم إخلاص وأمل، ممتازة وقارئة القرآن، إذا على حركة السين، ممتازة كاميليا وممتازة أم أروى وأم إخلاص ما شاء الله. إذا نساء فعل، أكم فعل، فالأداء المستقيم نساءكم وليست نساءكم. إذا الذي نعم بالنبر على حركة الكاف، ممتازات ما شاء الله شيماء وأم أحمد وحميدة وأم عمرو وأم إسراء وأم طارق، ما شاء الله ممتازات. كذلك ممرد، ممرد أين النبر في صيغة اليوم؟ نحن نتحدث عن أول الكلمة في هذا الموضع، ممتازة ابتهال وحميدة. طيب هناك نبر آخر في الكلمة، ممتازة ابتهال وأم إخلاص وفاطمة وشيماء وأم عمر وأم الزبير وأم أروى وأم أحمد، ما شاء الله جميع الإجابات صحيحة، وأم إسراء وأمل وكاميليا على الراء. إذن آخر الكلمة رد فعل وليست رد فعل، ممرد وليست ممرد. طيب الذي سيخطئ، سيخطئ ويضع النبر أين؟ ما شاء الله ممتازات حميدة وأمة الله وقارئة القرآن وأم طارق وأمل وأم أروى وأحمد على الدال، الخاطئ سيضع النبر على الدال، إذن هي ممرد وليست ممرد. كذلك معلم، نفس الموضوع، معل النبر على العين فعل، وكذلك في آخر الكلمة لم فعل وليست فعل، معلم وليست معلم. كذلك كلمة أئمة، أئم فعل النبر على الهمزة الثانية،
واخر الكلمة متى فعل النبر على حركة الميم. يعني الصيغة الاولى والصيغة الثانية معنى في كل كلمة من الكلمات التي درسناها الان. كذلك ضرارا ضرا على حركة الراء، ممتازة وام اسراء. طيب اما اخر الكلمة فهي صيغة اخرى لم ندرسها الى الان، وفي هذه الحالة ايضا النبر سنجدوه على حركة الراء نفسها. طيب محلقين محلقين، اين النبر فيها؟ الله ما شاء الله، ام الزبير ممتازة، وام طارق ممتازة، وحميدة، وام اروى، وام احمد، وام اسراء، ونعيمة، ولبنى، وابتهال، وبتول. كلما وجدت اسما كلما ازدادت سعادتي، ما شاء الله ممتازات. لكن السؤال الصعب، اذا اين النبر؟ انا اريد الحرفين اللذين يتحملان النبر في محلقين. هناك حرفان، اذا كل حرف تتحمل حركته نبرا، كل حرف تتحمل حركته نبرا. أريد الحرفين معا. نعم ممتازة أم الزبير، أم إسراء قارئة القرآن، بتول، حميدة، بس حميدة يبقى لك حق. إذا هناك نبران. طيب سأقول كما قلتن اللام والقاف، خلاص محلقين. لكن هل هناك صيغتان؟ يعني هل الصيغة التي درسناها المرة الفائتة موجودة في الكلمة أو لا؟ لا. ممتازة أم إسراء، ممتازة أم أحمد، ممتازة أمل وبتول وأم أحمد، ما شاء الله ليست موجودة الكلمة فيها صيغة فاعل التي درسناها اليوم. سبحان الله، هذه الكلمة أتت بالموضوعين اللذين تحدثنا عنهما الآن. نحن تحدثنا إذا وجدنا حركتين متساكنين وهذا في لقين، وإذا جاء حركتان فسكون اول الكلمة وهذا في محل. اذا محل فعل، لقين فعل ايضا. يعني التي تنسى الموضعين تتذكر هذه الكلمة، تتذكر بها ايه؟ الموضعين. اذا كل ما قلناه الى الان يلخص في هذه الكلمة، اذا وجدنا حركتين فساكنين او كانت الحركتان فساكنان اول الكلمة. الموضع الثالث لفاعل بالنبر على حركة العين. طيب إلى الآن قبل أن نتحدث عن الموضع الثالث، هل هناك أخت حضرت قبل ذلك ولم تفهم ما نقول الآن؟ يعني التي جاءت جديدة من الممكن أن يتعثر الفهم عليها بعض الشيء، لكن الحاضرات من قبل هل هناك شيء صعب إلى الآن؟ طيب الحمد لله. الموضع الثالث وهو موضع مهم جدا جدا جدا، ان كثيرا من القراء يقع في مزالق ادائية نتيجة لوضع النبر في غير موضعه في مثل هذه الكلمات. طيب ما هو الموضع الثالث؟ اذا اشترك في تكوين التتابع حركتين فسكون حرف معنى او اكثر، باستثناء حروف الجر التي على حرف واحد. نحن استثنينا حروف الجر من المحاضرة السابقة عندما قلنا لهم لم الجر، قلنا هذه فعل. لكن لو لم اخرى مثل لام التوكيد سنجدها لهم فعل هكذا. اذا هذا الموضع باختصار حتى يعني لا تستصعبنا الموضوع، اذا كانت الحركتان فسكون. هذا الموضع مهم جدا مهم جدا، اذا اشترك في تكوين التتابع حركتين فسكون حرف معنى او اكثر. يعني اذا وجدنا التتابع حركتين فسكون مكون من اكثر من كلمة، يعني مثلا فلك، ليست فلك، فلك يعني فلك او ولك مثلا، هذه مكونة من الفاء زائد لام الجر زائد كاف الضمير فتنطق فلك وقفا فعل، وليست فلك وليست فلك. كذلك وقد فعل وليست وقد، وقد يعني اشعل النار، هي وقد مكونة من الواو زائد قد. اذا فلك النبر فيها على حركة اللام وليست فلك.
كذلك وقد النبر فيها على اي حركة؟ وقد. وقد النبر فيها على اي حركة؟ وقد. ممتازة حميدة وام طارق وقارئة القرآن، ما شاء الله، يعني الاجابات كأنها صاروخ ينطلق في الغرفة، ما شاء الله. اذا هي فقد وليست فقد، وقد وليست وقد، نعم، فلك وليست فلك، كذلك لهم وليست لهم. كيف هذا؟ هل اناقض نفسي؟ يعني المحاضرة السابقة اقول لكن. ممتازة ام اروى، ممتازة ام الزبير. الاولى كانت لام الجر، الاولى كانت لام الجر، اما هذه فهي لام التوكيد التي تأتي للتأكيد وتسمى في بعض الاحيان لام الابتداء. يعني عندما نقول لهم، لهم الغالبون، هذه اللام تسمى لام الايه؟ التوكيد، وليست لام الجر، فهي مختلفة عن لام الجر. ونحن استثنينا لام الجر فقط، وهذا يدل على مدى دقة هذه القواعد بفضل الله. اذا هي فلك وليست فلك، وقد وليست وقد، فقد وليست فقد، لهم وليست لهم، لأنها أكثر من كلمة. هذا هو الموضع الثالث. إذا إذا أردنا أن نلخص المواضع التي قلناها إلى الآن، إذا وجدنا حركتين فساكنين، أو كانت أول الكلمة، أو تكونت الكلمة من أكثر من، تكونت تتابع من أكثر من كلمة. الموضع الرابع والأخير، إذا كانت وسط الكلمة، يعني كما قلت لكم، إذا أخذنا مهارة الضد أو مهارة جميع الاحتمالات المتبقية سنعرف مواضع فاعل دون أن نحفظها وسط الكلمة، وهذه المواضع أيضا صعب أن نجد أحدا يخطئ فيها، لكن لأننا نحصي جميع المواضع وعلمنا في المصحف جميع المواضع لابد أن نذكر كل شيء. يعني مثلا استكانوا، وسط الكلمة تكا، هكذا ننطقها، استكا تكا، وليست استكا، استكا هكذا. رغما عنا سنضع النبر على اي حركة؟ على حركة حرف الايه؟ نعم، ممتازة كاميليا وامل وام الزبير وام طارق ونعيمة وام عمر، استكانوا تكا وليست تكا. كذلك قاتلوهم تلو، قاتلوهم تلو على اي حركة؟ على حركة ممتازة ام اروى وام احمد وحميدة وام عمر وام اسراء ومدية وامل وشيء. اذا هي فاستقيما، تقي فعل والنبر على حركة القاف، انا لم ارى الاجابات طبعا لم تظهر لي للأسف. كذلك مهطعين، طعي ممتازة أم أحمد وبتول على حركة العين، ممتازة قارئة القرآن وأم عمر، طعي وليس الطعي. كذلك اعتزلتموهم، تزل أين النبر؟ حركة، حركة سكون وسط الكلمة، لو بحثنا قبلها سنجد ساكنا لنعلم لماذا نعد من هنا. ممتازة حميدة وأم طارق وفاطمة وأم أروى وأم عمر وأم الزبير ولبنى وقارئة القرآن وأم إسراء. كذلك نفس الكلمة هناك وسط الكلمة تتابع آخر، نحن نلحظ اعتزل هكذا، وبعدها يعني هناك سكون على اللام، وبعدها تمو وسكون، تمو وسكون، أين النبر فيها؟ ممتازة أم أروى وحميدة وأم أحمد وأم إسراء. وملخص القواعد التي قلناها إلى الآن، أن فعل نجدها في أول الكلمة وفي وسط الكلمة، وإذا وجدنا ساكنين بعد الحركتين، وإذا كانت الكلمة مكون، إذا كانت تتابع مكون من أكثر من كلمة. سهل الموضوع إلى الآن. أبشر كنا بفضل الله بهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الأولى،
وهي اهم قاعدة، يعني اكثر الاخطاء التي يقع فيها القراء يقعون فيها نتيجة لوضع فعل موضع فعل او فعل موضع فعل. انا مش عارف المايك اللي عجبكم ده. سنبدأ الان في تطبيق عملي. نجد بعض الكلمات التي يلتبس المعنى فيها نتيجة لنطق هذه الأخطاء التي سأقولها سريعا يقع فيها القارئ نتيجة لوضع فاعل موضع فاعل، يعني المفروض النبر على الحركة الأولى وهو يضع النبر على الحركة الثانية. أمثلة لتحول كاف الضمير إلى كاف التشبيه. أمثلة لتحول يعني كاف الضمير ستتحول إلى كاف تشبيه. وهناك تقريبا أنا يعني في المحاضرة الأولى قد أشرت إلى بعض هذه الأمثلة، لكن الآن يعني فهمكن لهذه الأمثلة سيختلف، سيكون بإتقان وعن علم. لماذا حدث هذا؟ لماذا هذا الخطأ حدث؟ ستعلمنا ذلك وتشعرنا به دون أن أشير إليه أصلا. طيب مثلا قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. نلحظ أن آخر أولئك حركة نلحظ أن آخر أولئك حركة حركة. إذن النبر فيها الصحيح يكون على أي حركة؟ ممتازات. أم إسراء، أم أحمد، أم أروى، فاطمة، حميدة، أم الزبير، بتول، أمة الله، سلسبيل. هل تعلمنا لماذا أنا فرح الآن في هذه اللحظة بالذات؟ لأنني في المحاضرة الأولى لو سألت أين النبر يعني لن تجيب إحداكن، صح ولا لا؟ لكن نفس الآية تقريبا والآن أجد إجابة. إذن الموضوع أصبح واضحا لكن هي أولئك وليست أولئك. الأداء المنحرف هكذا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هكذا أولئك هذا الأداء المنحرف. نسمعه مرة أخرى أولئك إكل فعل، هي إكل فعل الأداء المستقيم. الأداء المستقيم هكذا أولئك الأداء المنحرف أولئك. إذن الفرق بينهما هواء هواء، ومع ذلك يؤدي إلى فساد في المعنى. يعني معنى الآية الأولى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، أما على الأداء المنحرف أولئك يعني هؤلاء يشبهون قوما اشتروا الضلالة بالهدى. كذلك يعني نقيس عليها أي أولئك بعدها ال، يعني مثلا أولئك الذين صدقوا. الأداء المنحرف هكذا أولئك ال أولئك الذين صدقوا، بعد أن كانوا هم الذين صدقوا أصبحوا مثل الذين صدقوا. من ذلك أيضا قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، هذا هو الأداء المستقيم. الأداء المنحرف قل اللهم مالك الملك، مالك الملك يعني مالي يشبه الملك على هذا الأداء المنحرف. الأداء الصحيح مالك المالك المالك الأداء المنحرف مالك. طيب لك الفعل لك الفعل، واضح واضح الفرق. طيب والصيغة واضحة، الصيغة واضحة فعل فعل لكل لكل. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل ربي. من ذلك ايضا اولئك الذين لعنهم الله، هذا هو الاداء الصحيح. الاداء المنحرف اولئك الذين لعنهم الله، على هذا الاداء المنحرف هم لم يلعنهم الله ولعن قوما غيرهم وهم مثل الذين لعنهم الله. إذن النبر بالأداء المستقيم كما كتبتن أنتن على حركة الهمزة.
بالأداء المنحرف على حركة الكاف، على حركة الكاف، وتصبح الكاف التي في بعض الأحيان قد تكون ضميرا أو إشارة إلى المخاطب تصبح حرف تشبيه اللي هي كاف الجر. طبعا في أولئك هي إشارة إلى المخاطب. كذلك أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هذا الأداء المستقيم. الأداء المنحرف أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. طبعا أنا يعني سأسأل سؤالا ووجل من الإجابة، يعني أخشى ألا تستطيع إحداكن أن تطبق هذا. هل تستطيع إحداكن أن تفرق بين الصواب والخطأ بأدائها؟ يعني تستطيع أن تقرأ الآن وتأتي ب أولئك وأولئك. طيب من لها؟ تكتب أنت، تفضلي يا بتول. أولئك ما شاء الله، ممتازة. طيب تفضلي يا كاميليا. أولئك الذين كل أدائك صحيح، ما فيهوش خطأ، أنت الظاهر متعودة على الصح ما شاء الله. طيب أم أحمد تفضلي. أولئك من المفترض أن تدخليها على اللام الساكنة بعدها ليتبين الفرق، هكذا أولئك هكذا. الخطأ الثانية، أنت ممتازة أيضا لأنك قلت الصواب. أنا أريد يعني نحن نستخدم مهارة في هذا الموضوع من أوله لآخره، وهي التفريق بين من يريدنا الأداء كثر ما شاء الله. طيب نسمع أم الزبير، تفضلي يا أم الزبير. أولئك الذين في الحقيقة الأداءان خطأ يا أم الزبير. ساتعيدي مرة أخرى واسمعيني. أولئك أنا أريد منك الصواب فقط الآن، خلاص يا أم الزبير. أولئك لا تضغطي على حركة الكاف. أولئك هكذا، تفضلي. طيب تفضلي يا أم عمر. أولئك صحيح 100%، لكن يعني خذي بالك المد أو أحكام التجويد عموما لا علاقة لها بموضوع النبض، فأنت في المرة الثانية قصرت المد المتصل، وطبعا المد المتصل لا يقصر، وأنت أكيد ركزت على موضوع النبض، لكن فعلا أداؤك في الأولى صحيح وفي الثانية فعلا كما أردنا خاطئ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، نلحظ أن الكاف هنا هي ضمير ومتصل بكلمة جاءك. طيب حسب القواعد التي أخذناها، أين النبر في جاءك؟ أين النبر حسب القواعد؟ حسب القاعدة؟ نعم، يا سلام، ممتازات، يا سلام. ابتهال وحميدة وشيماء وميديا وبتول وفاطمة وأمة الله وأم إخلاص وأم إيناس وسلسبيل ولبنى ونعيمة. لا نعيمة لا، يعني إذن على حركة الهمزة هي أكا وليست أكاث كما سنرى الآن. إذن هي وإذا جاء أكل هكذا، الأداء الخاطئ هكذا. وإذا جاء أكل جاءك، هي ليست جاءك، هي جاءك وليست جاءك. جاءك يعني جاء مثل الذين يؤمنون بآياتنا، لكن المعنى الحقيقي إذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا، وليس الذي سيأتي قوما آخرين. إذن النبر على الهمزة، والنبر الخاطئ بالأداء الخاطئ على الكاف هي جاءكل وليست جاءكل. أكل فعل. كذلك أولئك الذين أبسلوا،
إكل هكذا الأداء المنحرف أولئك. كذلك الآية التي بعدها أولئك الذين آتيناهم الكتاب، الأداء المنحرف أولئك الذين آتيناهم الكتاب، يعني هؤلاء مثل الذين آتيناهم الكتاب. وبقية الأمثلة نفس الموضوع، نأخذ المثال الأخير لأنه يختلف في بنيته، اللي هو تبارك الأداء المستقيم، تبارك الذي بيده الملك، هذا هو الأداء المستقيم. الأداء المنحرف تبارك الذي، تبارك تبارك الذي، تبارك هل الفرق واضح؟ أنا أعلم أن الفرق هنا أدق شوي. تبارك الذي، ده الأداء المستقيم، تبارك الذي، هذا الأداء المنحرف. تبارك الذي يعني تبارك كلمة والذي كلمة، أما تبارك الذي تبارى من المباراة، مثل الذي، كالذي يعني مثل الذي، هي تبارك الذي وليست تبارك الذي هكذا. من الأمثلة أيضا فصل الضمير المتصل، أظن أنني في المحاضرة الأولى مثلت بأمثلة تشبه هذه الأمثلة، ولكن كنا لا نعلم أين النبر، الآن الحمد لله نعلم أين النبر. من ذلك قوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، هذا هو الأداء المستقيم. الأداء المنحرف يتوفونهم، يتوفونهم، نهم، هي نهم وليست نهم، نهم فعل، نهم فعل، نهم فعل، نهم فعل، هي نهم وليست نهم. من ذلك أيضا ونادى أصحاب الأعراف رجالا، من ذلك أيضا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم، هذا الأداء المستقيم. الأداء المنحرف ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم، هي ليست يعرفونهم، هي يعرفونهم، إذن هي نهم فعل وليست نهم فعل. سبحان الله، مستحيل أن نجد كلمة في القرآن أو غير القرآن أو جزء كلمة مكون من الحركتين فسكون أو ساكنين أو بدون سكون ويخرج عن هاتين الصيغتين بفضل الله، لن نجد. طيب إذن هي يعرفونهم وليست يعرفونهم، والآية التي بعدها يمدونهم وليست يمدونهم، والآية التي بعدها يضلونهم وليست يضلونهم. وطبعا هناك فرق في المعنى بين هذا وذاك، يعني مثلا يضلونهم هم هذه مفعول به على الأداء المستقيم، يعني يقع عليهم الضلال، أما يضلونهم يعني هم يضلون، يضلون من لا نعلم، يعني نحن نعرب في النحو هم هذه المنفصلة على الأداء الخاطئ نعربها توكيدا لفظيا للواو، نعربها توكيدا لفظيا للواو. طيب إذن تفضل يا أم طارق، سأترك لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأولى يعرفونهم، الثانية يعرفونهم، أيضا يتوفونهم، نعم لا أعيد إن شاء الله، يتوفونهم، الثانية يتوفونهم. بارك الله فيكم، فيك بارك الله، ممتازة أم طارق، أنت في الكلمة الأولى ممتازة جدا،
في الكلمة الثانية نطقتيها نطقا صحيحا في المرة الأولى، ثم أعدت النطق ونطقتيها مرتين خاطئتين. يعني في المرة الأخيرة والتي قبلها قلت، يعني في المرة الأخيرة والتي قبلها قلت نهم، هي نهم كما قلت في المرة الأولى، لكن أنت ممتازة ما شاء الله. هناك بعض الأمثلة الأخرى مثلها، ويمدهم، هذا الأداء المستقيم، أين النبر في ويمدهم؟ ممتازة أم أروى وأمة الله وحميدة وابتهال ونعيمة، ممتازة ما شاء الله، وأم إناس وميديا وأمة الله وأم ويمدهم، وليست ويمدهم، ويمدهم وليست ويمدهم، الذي ينطقها نطقا خاطئا يضع النبر على حركة الهاء. كذلك فلما جاءهم، أهم أين النبر على الأداء المستقيم؟ على حركة الهمزة، جاءهم وليست فلما جاءهم، جاءهم بدلا من أن كان موسى هو الذي جاءهم أصبحوا هم الذين جاءوا موسى، وموسى الذي كان فاعلا أصبح مفعولا. أظن أن هذا المثال قلناه في المحاضرة الأولى، وأظن أن كنا أكثر فهما له الآن. كذلك هذا المثال، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، هذا الأداء المستقيم، الأداء المنحرف. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يحبونهم، النبر على الأداء المستقيم، ممتازة حميدة وأم إناس وأم طارق وأم إسراء وأم زكريا، ما شاء الله الأخطاء يعني بدأت تتلاشى، يعني نون 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 نون، كل نونه على حركة النون، وعلى الأداء المنحرف طبعا على حركة الهاء. إذن هي يحبونهم وليست يحبونهم. كذلك يرونهم مثليهم وليست يرونهم، يرونهم وليست يرونهم. كذلك يخرجونهم وليست يخرجونهم. من تؤدي لنا بعض هذه الأمثلة التي في الشريحة؟ طيب تفضل يا بتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، في طغيانهم. فلما جاءهم موسى بآياتنا، فلما جاءهم موسى بآياتنا. أحسنت بارك الله فيك، ممتازة ما شاء الله. طيب أحسنت بارك الله فيك، ممتازة ما شاء الله. طيب أمامنا الآن في الشريحة الأخيرة أول سورة القمر، يعني نريد أن نسأل. طيب أمامنا الآن سورة القمر، سنسأل أسئلة نظرية ثم نطبق. أنا سأسأل، لن أسأل عن موضع النبر، لماذا؟ لأن موضع النبر واضح أمامكم، اللون الأحمر هو الصيغة التي ندرسها من المحاضرة السابقة وهذه المحاضرة، وبهذه القاعدة أي لون أحمر في المصحف الذي قمنا بعمله سيكون إما فاعل وإما فعل. يعني لو وجدنا النبر على الحركة الأولى هي فاعل، وإذا وجدناه على الحركة الثانية هي فعل. أنا سأسأل الآن عن الصيغة، سأسأل عن الصيغة، يبقى إما أن تضعي الفاء أو العين حتى يعني أسهل عليكم. إذا وضعت الفاء معناها الصيغة الأولى،
او واحد واثنين ان اردتن. واحد واثنين، واحد يعني فعل واثنين يعني فعل، او الفاء والعين. خليها الفاء والعين اسهل. الفاء والعين، الفاء يعني فعل والعين يعني فعل. ابدأ اسأل. خلاص الفاء والعين اتفقنا. الساعة. يا سلام، ممتازة ام طارق، ممتازة فاطمة، ممتازة ام احمد، ام منيب، امة الله، لا نعم امة الله، وشيماء، وام احمد، وابتهال، وام احمد، وعبد الرحمن. ممتازات ما شاء الله. اذا هي عتو وليست عتو. والنبض على العين وهي فعل، هي فعل. لماذا؟ لانها اخر الكلمة كما اخذنا في المحاضرة السابقة. طيب القمر وقفا. يا سلام، ممتازة فاطمة، ام اروى، ام البنين، ام احمد، ابتهال، شيماء، حميدة، ميديا، ام احمد المصرية، شيماء. اذا هي القمر، قمر فعل وليست قمر فعل، لانها اخر الكلمة، لان الحركتين فسكون اخر الكلمة. طيب وان، ممتازة امة الله، وحميدة، وشيماء، وامل، وكاميليا، وفاطمة، وميديا، وام اريج. اذا على حركة الهمزة، على حركة العين، هي فاعل وليست فاعل. طيب انطقوا معي. وان فاعل وليست وان، ليست وان. يعني عندما نقرأها نقول وان يروا، وليست وان يروا، ليست وان. وان هي سهلة جدا، الموضوع اصبح واضح. يا سلام على الاجابات التي تطرح، حميدة، وام البنين، وام احمد، وشيماء، وميديا، وامة الله، وام احمد المصرية، وام اسراء، ونعيمة، وامل، وام اروى، وام طارق، وكاميليا، وام زكريا، وام اريج. ممتازة ما شاء الله. اذا هي يروا وليست يروا كما يقولون، هي يروا. وان يروا وليست وان يروا. شوفوا الفرق واضح بين الأداء المستقيم والأداء المنحرف ولا لا؟ يعني أنا أظن كذلك. آية، آية، أين النبر فيها؟ على حركة. ممتازة أم البنين، أم طارق، وأم منيب، وأمة الله، وابتهال، وشيماء، وميديا، وأم إسراء، وأم أحمد عبد الرحمن، وأمل. نعم، على حركة الفاء من فعل، هي يتن فعل وليست يتن، لأنها آخر الكلمة، لأنها وجدنا حركتين فسكون آخر الكلمة. إذن هي آيتي وليست. سأنطق الخطأ، والممتازة منكن ستقول لنا بأي شيء يلتبس الخطأ، ويعني ستكون ممتازة جدا جدا جدا. سأنطق الخطأ. وإن يروا آيتي يعرضوا، وإن يروا آيتي يعرضوا. الخطأ يؤدي. يا سلام، ممتازة شيماء ما شاء الله، تصبح مثنى، تصبح آيتين، هي آية واحدة. ده هم بيعرضوا من آية واحدة، احنا نخليهم آيتين ليه بقى بأدائنا. طيب يعرضوا. ممتازة أم أروى، ممتازة فاطمة، أم منيب، ممتازة أمة الله، ممتازة أم طارق، ممتازة شيماء، ممتازة أمل، ممتازة أم أحمد، ممتازة كاميليا. إذا هي يعرضوا، رضوا آخر الكلمة، رضوا فعل وليست رضوا فعل. شوفوا سبحان الله، كل كلمة، ولا بنضحك عليكم إحنا، مش كل كلمة ممكن نؤديها صح، ممكن نؤديها خطأ، مع إن الأحكام صحيحة والتشكيل صحيح كما قلت لكم قبل ذلك. ومع ذلك وضع النبر في غير موضعه يؤدي إلى مزالق أدائية على قدر من الخطورة في جميع مستويات اللغة العربية. إذا هي يعرض وليست يعرض. طيب الأداء المستقيم للآية إلى هذه الكلمة، وإن يروا آية يعرضوا. الأداء المنحرف في آخر كلمة يعرضوا. وإن يروا آية يعرضوا.
كأن هناك هاء، كأن هناك مفعولا به على هذا الأداء. طيب سلام نعيمة وأم منيب وأم أحمد وأم أروى وأم إسراء وحميدة وميديا وأم أحمد عبد الرحمن وأمة الله وأم طارق وأم إناس وكاميليا وأمل وممتازات ما شاء الله بارك الله فيكن. إذن هي مستمر وليست مستمر كما نسمع، هي مستمر. لماذا؟ لم تقول للموضع ويعني تكون فوق الرائعة، يعني هذه فعل. أي موضع من مواضع فعل الأربعة بأي صيغة ستكتب أنا سأفهم، يعني بأي طريقة إجابة ممكن تعبر بالحركات والسكنات. يا سلام يا أم منيب، أنت أم منيب التي تقرأ معنا، أنت التي تقرأين معنا في الحلقة يا أم. يا سلام ممتازة ما شاء الله عليك، ممتازة في الأداء وممتازة في التنظير كمان، يعني تطبيقا وتنظيرا. إذن لأنها مكونة من حركتين في سكون، هي مستمر وليست مستمر. انتوا عارفين مستمر دي يعني ايه؟ من السمر اللي هو السهر بالليل، يعني يقولون مثلا اليوم هناك حفلة سمر، هي مستمر من الاستمرار. طيب وكذبوا، يا رب هذه الكلمة لا تخدعكم، هي سهلة بس اللي هيعتمد على عينه فقط قد لا يجيب. وكذبوا، أين النبر أو الصيغة؟ الصيغة. أيوة يا سلام، إلى الآن كلكن ممتازات، أم طارق وأمة الله وأم إخلاص ونعيمة وأم إناس. إذن هي وكذ فعل، وكذ فعل على العين، النبر على العين، وكذ فعل. لماذا؟ لأنها أول الكلمة، لأنها أول الكلمة. طيب وكذبوا، هناك نبر آخر، أي صيغة؟ فاء ولا عين؟ فعل ولا فعل؟ يا سلام ممتازة حميدة وأم أروى وبتول وأمة الله وأم أحمد وميديا ونعيمة وشيماء وابتهال وكاميليا وأم أحمد. إذن هو على الفاء، ذبوا فعل وليس ذبوا. لماذا؟ لأنها آخر الكلمة، يعني وكذبوا فيها الصيغتان، أولها فعل وكذ وآخرها ذبوا فعل وكذبوا. طيب آخر سؤال وأترك المايك لمن تريد القراءة. نكر، أي صيغة كلمة نكر؟ ما شاء الله ممتازة، أم أحمد أم أروى وأمة وميديا وأم منيب وسلسبيل وأم إخلاص وأم عبد الرحمن وأم البنين وأم إسراء وبتول وأمل وابتهال وحميدة وأم طارق، ما شاء الله ممتازات. إذن فعلا على حركة الفاء لأنها تكونت منها الكلمة نكر فعل. أترين الحمد لله رب العالمين، أولا الصيغة لم تنحرف، يعني لن نجد أداء ثالثا، إما أن تنطق فعل أو فعل، هذه واحدة، وأداء خاطئ وأداء صحيح، هذه ثانية، صح ولا لا؟ الثالثة أن القاعدة الموضع نجده كما قلنا، إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة فهي فعل. طيب، وإذا كانت أول الكلمة أو وسط الكلمة أو اشترك فيها حرف معنى أو وجدنا ساكنين فهي فعل. الحمد لله لم تنحرف القاعدة، الحمد لله رب. والله أنا طبعا دكتور في النحو والصرف والعروض، عندنا قواعد شاذة يعني أكثر من القواعد الأساسية في النحو وكذلك في الصرف. الحمد لله قواعد النبر لا يوجد فيها هذا الشذوذ والحمد لله. طيب من تقرأ لنا هذه الآيات؟ طيب أريد من تقرأ الآيات، من تقرأ الآيات؟ طيب فاطمة، فاطمة تريدين أن تقرأي؟ تفضلي. طيب أم البنين، تفضلي يا أم البنين تأخذينه، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي. بارك الله فيك يا أم البنين، أحسنت. أنت ممتازة، هناك يعني أشياء بسيطة منها أيضا آية، أنت قلت آيتي، هي آيتي، كذلك أنت تقولين مستمر، ليست مستمر وإنما مستمر، هكذا مستمر وليست مستمر لأن النبرة على حركة الميم، كذلك وكذبوا وليست وكذبوا، كذلك مستقر، أنت قلت مستقر وهذه التي نرفضها، مستقر غير مستقر، هي مستقر، لابد من الضغط على حركة القاف ليظهر التشديد على الراء، يعني التي تستغرب وتقول كيف النبر يختص بالحركة وهناك شدة تظهر مع النبر ولا تظهر مع نبر الحرف، هذا هو أثر مباشر للنبر، عندما نضغط على القاف تشدد الراء، عندما نضغط على التاء لا تشدد الراء، هكذا مستمر مستمر مستقر مستقر، حتى في الخطأ أحد أحد. تفضلي يا أم البنين اقرأي. تفضل. السلام عليكم. آية مستمر وكذبوا مستقر حكمة. بارك الله فيك. وفيك بارك الله يا أم البنين، ممتازة ما شاء الله، هي بس هي وحكمة اللي هي الأخيرة حكمة بالرفع ليست بالنصب. طيب نسمع الأخت ابتهال، تفضل. الأخيرة حكمة بالرفع ليست بالنصب. طيب نسمع الأخت ابتهال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي. أحسنت بارك الله فيك، ما شاء الله ممتازة، هناك بعض الكلمات التي وقعت فيها مثل يروا، هي ليست يروا، هي يروا يروا، هكذا قلت آيتي آيتي يبقوا اثنين، احنا هي آية واحدة، آيتي آيتي وليست آيتي، كذلك قلت يعرضوا، هي يعرضوا، قلت وكذبوا، هي وكذبوا، قلت واتبعوا، هي واتبعوا وليست واتبعوا، كذلك كلمة مستقر أيضا وضعت النبرة على التاء فقلت مستقر، هي مستقر،
في الانباء نخلي بالنا من ايه، احنا طبعا الاقلاب الميم بتبقى مرققة الان هكذا. انت ممتازة بارك الله فيك. طيب تخفيفا عليكم سنجعل الواجب هو هذه الايات، تلك الايات التي تحدثنا عنها وقلنا النبر هنا وهنا، وامام قلنا اللون الاحمر ملون حتى يكون هناك يعني ايه تيسير عليكم. والإجابة عن الواجب ما شاء الله أصبحت يسيرة ومتاحة للجميع، لا يشترط التسجيل، يعني أستاذ انتصار تسهل الأمر قدر ما تستطيع، ربنا يكرمها ويبارك فيها. وأيضا يعني نريد أن نشكر كل القائمات على هذه الدورة، نشكر نور على تفاعلها وعلى وضعها الشرائح في القاعة، ونشكر حميدة على إعدادها للشرائح، ونشكر أصحاب المعهد، ونشكر الحاضرات، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل مع القاعدة الثانية للنبر بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.